خلونا نروح لخبر الإسكان. وقرر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد فترة سحب كراسات الشروط وأسداد مقدمات الحجز وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان 13 بمشروع الإسكان الاجتماعي. التأجيل تم لمدة أسبوعين وتحديدا حتى يوم 18 من يوليو 2020 بدلا من 4 يوليو 2020. طب خلونا نستقبل عبر الهاتف المهندس عامر خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. باشمهندس أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم، مساء الفل. يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن سحب كراسات شروط الإعلان 13 وتم مد وقت الحجز. بالضبط يا فندم، طبعا يعني وزارة الإسكان يعني استجابت لطلبات السادة الحاجزين، السادة المواطنين اللي عايزين يحجزوا إن شاء الله في الإعلان 13 اللي هو إن شاء الله هيبقى في 8 محافظات في الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ومحافظة مطروح. طبعا حضرتك عارفة إن في إجراءات يعني تلاشي انتقال العدوى لفيروس كورونا، فده طبعا بيقلل شوية التزاحم على الشباك واستقبال عدد كبير من المواطنين. فده تسبب انه الحقيقه في المواطنين كتير لسه ما لحقوش يسجلوا بياناتهم الالكترونيه، ما لحقوش يشتروا الكراسات، فطلبوا من الوزاره الحقيقه استجابه. الوزاره استجابت وقدمت فعلا الميعاد ده اسبوعين. معلش مره ثانيه، الاعلان 13 فين يا باشمهندس؟ الاعلان 13 يا فندم من الاسكان الاجتماعي هيبقى في 8 مدن، في 8 محافظات في الصعيد ومحافظه البحر الاحمر ومحافظه مطروح. يعني عندنا الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر ومطروح ان شاء الله. احنا حاليا يعني لاحظنا طبعا، بس عايز اسجل حاجه على منصه حضرتك، ان لاحظنا ان المواطنين بيلحقوا بسرعه يشتروا الكراسه، جميل، وبيحولوا مقدمات الحجز، لكن ما بيسجلوش بياناتهم، فلاحظنا تفاوت في رقم كبير. يعني احنا النهارده عندنا حوالي 10,000 مواطن سددوا مقدمات الحجز بالفعل، وفي حوالي 6,000 بس اللي سجلوا بياناتهم الكترونيا، وده طبعا بسبب طبعا هو المشروط هنا الشرط هنا تسجيل الكترونيا يا باشمهندس؟ اهم شرط يا فندم. احنا خلينا معظم يعني الخطوات 70% منها الكترونيا عشان نتلاشى موضوع التزاحم من المواطنين، يبقى في تلاحم بين المواطنين. فالناس بتشتري كراسه وبتدفع المقدم بس ما بتسجلش الكتروني. وده انا عايز اقول يا فندم يعني على منصه حضرتك ان ده اهم خطوه يا فندم. المواطن اللي بيحول المقدم بس وما بتسجلش الكتروني ده بيعرض نفسه ان الطلب بتاعه يترفض او يتاجل كانه ما قدمش يا باشمهندس عمرو. بالظبط يا فندم، فاحنا يعني احنا مش طالبين اكتر من ان المواطن يشتري الكراسه. احنا عندنا حوالي 25,000 مواطن اشترى الكراسه، في منهم حوالي 10,000 سددوا مقدمات الحجز و3,000 لسه بيسجلوا البيانات. احنا بنساعد الناس، عندنا خطوط ساخنه بتساعد الناس باستمرار، وفي نفس الوقت عندنا برضو مكاتب بريد ومايكانه بتساعد الناس بتعرفهم الاجراءات. الخطوات سهله جدا على موقع الكتروني صندوق الاسكان. يمكن المهندسه مي عبد الحميد رئيس مجلس الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي قدمت تقرير للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان بهذا الشان، فبالتالي استجابه لطلبات المواطنين مدينا الموضوع لمده اسبوعين عشان الناس تلحق تقدم اوراقها وتسجل بياناتها الالكتروني، علشان ان شاء الله ما نضيعش الفرصه على اي حد ان شاء الله من اهالينا اللي في كل المدن والمحافظات اللي عايزين يستفيدوا من الاعلان. طبعا احنا بننشد المواطنين لان هذه الخطوه يمكن ما كانتش بشرط الزامي قبل كده، وطبعا متفاهمين نظرا لظروف انه بقت الخطوه الالكتروني دي الزامي، دي مصلحه المواطن طبعا في المقام الاول، انه اللي دفع وخد الكراسه ولكن ما سجلش الكترونيا كانه ما دفعش. فطبعا يعني وحضراتكم مديتوا اسبوعين علشان تدوا مهله انه معظم الناس طبعا تاخد بالها عشان فرصه ما تروحش عليهم في الاسكان الاجتماعي في الاعلان ال 13. حقيقي يا فندم، انا عايز بس اكد على حاجه، ان لو الساده المواطنين ما حدش عارف عندنا ارقام بتساعدهم ان شاء الله يتصلوا عليها 5 3 9 او 5 3 7 و11 8 2 يقدر يتصل يعرف الخطوات بالكامل، وهيلاقي ناس على مدار اليوم والاسبوع بتساعده من الساعة 9 للساعة 5 كل يوم، واليوم الجمعة والسبت كمان شغالين برضه في مواعيد مختلفة شوية، ولكن هيقدر يساعده ولحد ما يوصل للخطوة اللي يجيله فيها رسالة SMS على رقم موبايل يتأكد إنه فعلا بياناته صحيحة ومظبوطة، ويقدر إن هو يبقى مطمن إن شاء الله إنه يخش معانا ويشاركنا إن شاء الله في المشروع. لسه في فرصة لسحب الكراسات يا باشمهندس ولا ده؟ إن شاء الله لحد يوم 18 يوليو لسحب الكراسات ودفع المقدم والتسجيل الإلكتروني. دفع المقدم والتسجيل الإلكتروني ورفع الأوراق المطلوبة إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا باشمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.